ورجعنا لحضراتكم تاني وفقرة الصحافة الدنيا فيها ايه. نتجول في صحف واخبار النهاردة سريعا، هقرأ لحضراتكم يعني اهم الاخبار اللي في عناوين الصحف النهاردة واللي بتدور حواليها اهم يعني ما يحيط ب من اخبار سواء داخل مصر او خارج مصر. طبعا اول خبر معانا النهاردة حول القمة الافريقية في اديس ابابا. الخبر بيقول مصر تترأس دورة الاتحاد الأفريقي لعام 2019. السيسي يطالب بالتنسيق بين مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ولجنة المندوبين الدائمين. سريعا كده هعلق على كل خبر سريعا. يعني ببساطة خالص مصر اختيرت بالإجماع بالأمس في القمة الأفريقية في أديس أبابا إن هي تكون رئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019. طب إحنا بقالنا كم سنة ما كناش رئيس للاتحاد الأفريقي؟ كم سنة؟ 25 سنة على ما أتذكر، يعني أو كلام شبه يعني أكيد، إن إحنا آخر مرة كانت سنة 93 كنا رئيس الاتحاد الأفريقي، وقبلها 89. أعتقد هما دول المرتين بس اللي إحنا ترأسنا فيهم الاتحاد الأفريقي. عايز تقول إيه إن إحنا بقالنا 25 سنة ما كناش رئيس للاتحاد الأفريقي؟ إن إحنا فعلا بقالنا فترة من الزمن كبيرة جدا بعد خالص عن أفريقيا، غير مهتمين بأفريقيا. اسمحوا لي أقول إن إحنا كنا بنتعامل مع أفريقيا بتعالي، إن إحنا أحسن منهم وإن إحنا بنفهم أكتر منهم وإن إحنا اقتصاد، وده مش حقيقي. يعني ده مش حقيقي، يعني دول أفريقيا دلوقتي هي بقت مطمع لدول كتير في أوروبا وأمريكا وروسيا، والكل بيجني منها ثمار كتير، إلا إحنا كنا بعيد خالص. وحضراتكم إحنا ليه كنا بعيد؟ بتعرفوا أكتر مني إن إحنا من سنة 94 والاعتداء على الرئيس الأسبق مبارك في أديس أبابا في أثيوبيا، ده بعدنا خالص مش من عن أثيوبيا بقى، عن أفريقيا كلها. وكان الرئيس الأسبق مبارك يمتنع تماما عن زيارة أثيوبيا، ويمتنع تماما أو شبه تماما يعني عن معظم دول أفريقيا، لكن عادت مصر لأفريقيا وعادت أفريقيا لمصر. وده يقول ويمكن من أهم ما فعلته الإدارة الحالية اللي بقى لها شهرين إن هي رجعت أفريقيا لمصر، ورجعنا لأفريقيا بشكل كبير جدا. وإحنا عندنا الملف الخارجي كان من أهم الملفات الحقيقة خلال الأربع سنين اللي فاتت، ومن أهم الملفات الخارجية هي عودة مصر لأفريقيا بهذا الشكل. كمان من الأخبار من جريدة الجمهورية، الخبر بيقول السيسي يطلق مبادرة إسكات البنادق. السيسي يطلق مبادرة إسكات البنادق. الرئيس السيسي امبارح خلال كلمته، هو كان يترأس يعني منظمة الحرب والسلم في الاتحاد الأفريقي، أطلق مبادرة جديدة، وهي كان اتكلم عليها في 2017 اللي هي إسكات البنادق، ودي تدعو للتنمية والسلام خاصة ما بين دول أفريقيا، والبعد عن النزاعات والحروب، وحل المشاكل بكثير من الحوار والعقل والحكمة. كمان معايا خبر من جريدة الجمهورية، والخبر منتشر طبعا في كل الصحف النهاردة، بيقول اليوم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية. اليوم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وده الخبر اللي الناس كلها بتقعد تتكلم فيه، وأنا مش هطيل على حضراتكم فيه لأنه خلاص انتوا بقيتوا عارفين أكتر مني أني مفيش حد مترشح للانتخابات الرئاسية نهائيا غير الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي تولي الرئاسة لفترة ثانية، ولا واحد مترشح للانتخابات الرئاسية. ما تعرف بقى خوف، ما تعرف بقى أي حاجة، لكن امبارح تم إخراج بيان لعدد من الشخصيات السياسية البارزة، منها عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخواني السابق، منها خالد علي المرشح الرئاسي، منها يعني عدد كبير من
اللي كانوا مترشحين للانتخابات الرئاسيه في السنين الماضيه، وبيقولوا ان هم يعني الناس ما ترشحتش عشان شايف خايفين وعشان، طب ما هو اللي خايف يعني انت النهارده لما انت خايف من يعني من حكم او خايف من حكومه او خايف من الشرطه او خايف من بتاع، طب انت ازاي خايف وكنت عايز تترشح عشان تحكم بلد؟ طب انت هتحكمها بالشوكه والسكينه؟ انا اعتقد ان اي حد خايف. طبعا منظر الانتخابيه من وجهه نظري الشخصيه التي لا قيمه لها يعني، ان يعني الشكل العام لا مش مظبوط. الشكل العام في الانتخابات الرئاسيه ان هو يبقى فيه مرشح رئاسي واحد، طبعا مش ده الشكل اللي كنا بنتمناه، وكنا نتمنى ان احنا نشوف يعني عدد كبير من المرشحين، وكنا نتمنى نشوف منافسة قوية وحادة جدا ما بين عدد كبير من المرشحين. لكن البعض ارجع ان هو خايف والبعض مش عارف ايه. طب انت خايف امال ازاي كنت هتحكم بلد؟ انا متهيألي اي حد خاف يرشح نفسه المرة دي او تراجع عن ترشحه، من فضلك ما نحبش نشوفك في المرات، ما نحبش نشوفك في المرات اللي جاية، لان مش ممكن يكون واحد يعني يعلق فشله او يعلق كلمته ان هو خايف. يعني ايه خايف؟ يعني ايه خايف؟ يعني انت عايز تقود بلد زي مصر بس خايف تترشح؟ وبعدين الكلام المؤسف اللي هم بيتحايل، مش عارف مين قال بيتحايل على فلان عشان ويقولوا رئيس حزب كان هيترشح ومش عارف ايه في اخر ساعتين. مش مصر ان احنا بندور لها على رئيس او مرشح في اخر ساعتين، لا مصر اكبر من كده. واي حد بيعلق ان هو كان عايز يترشح بس خايف، بنقول له خليك لخوفك ومصر مش عايزة خوافين. ونتمنى ان كل واحد قال وأقر ان هو كان خايف ما يترشحش في الأيام اللي جاية. مصر كنا لسه بنتكلم على واحد زي الإسكندر الأكبر، وبنتكلم على كل اللي حكموا مصر حتى لو ما كانوش مصريين، كانوا ما يعرفوش حاجة لكلمة خوف. معايا خبر آخر من جريدة الأخبار، بيقول رئيس الوزراء يبحث مشروعات السكة الحديد والأثار، عرفات 16 مليار جنيه لاستحداث نظام الإشارة الإلكترونية. طبعا عرفات اللي هو هشام عرفات اللي هو وزير النقل، ورئيس الوزراء بيبحث مشروعات. طبعا عاد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى يعني إلى وظيفته كرئيس لمجلس الوزراء، بنقول له الحمد لله على السلامة. وطبعا كلنا طبعا بقينا عارفين دلوقتي أكتر من أي حد أن هذه الحكومة ستنتهي مدة حكمها خلال الشهرين المقبلين بعد الانتخابات الرئاسية، بتقدم الحكومة استقالتها. لكن 16 مليار جنيه لاستحداث نظام الإشارات الإلكترونية، وطبعا السكة الحديد بيقولوا ان هي محتاجة ارقام خرافية يعني تقدر باكتر من 100 مليار جنيه، وعشان كده هتزيد الـ يعني تمن تذكرة القطر. طبعا البعض معترض والبعض بيقول ان الزيادات اكبر من دخل المواطن. اخيرا في اليوم السابع خبر ايضا يهم ناس، بيقول بدء طرح شقق العاصمة الادارية الجديدة للحجز مارس المقبل. في شقق في العاصمة الإدارية الجديدة هيتم طرحها خلال شهر مارس المقبل، تابعة لوزارة الإسكان بالتعاون مع البنك، وده بنك التعمير والإسكان. أنا شفت الشقق دي على الطبيعة وشفت العمارات على الطبيعة، طبعا حاجة فخمة جدا وحاجة غير مسبوقة أن الحكومة تقوم بعمل يعني عمارات أو مدن بهذا الشكل. دي كانت معظم أخبارنا، دي كانت معظم الأخبار اللي بتدور حواليها الأخبار النهاردة من كل الصحف اللي كانت قدامي النهاردة. وخلصت فقراتنا وخلص وقت برنامجنا النهاردة، بشكركم جدا على المتابعة، وإن شاء الله بكرة مع فريق عمل جديد أشوفكم على خير، وصباح النور.